كمال الغريزي. سمعت كلود، مساء الخير لكمال كمان. من تونس إلى أحمر بالخط العريض لتحكي بالخط العريض. سمعت كلود قال خبر بيو أول شيء، وبيو ما عرف، ما كان عم يقدر يعرف شو سيدا مزبوط. كمال، أنت لمين كانت أول جلسة مصارحة خبرته أنه معك سيدا؟ والله أول جلسة خبرت صاحبي، لي صاحب خبرته، بعدين أهلي، وطبعا شوية شوية. وتعقيبا على كلام كلود، المرض في نفسه يعني مش هو الإشكال. شو الإشكال؟ الإشكال هو الإدماج. لو الإدماج في المجتمع، لما المجتمع صار يعرف حواليك بتونس أكثر أنك أنت مصاب بالسيدة، كيف يتصرف معك المجتمع؟ كان قاسي شوية، ناقص توعية، يعني لازم وعي، لازم أنا أكون زادة في أكون حاضر للإدماج في المجتمع، أبدأ من نفسي. نعم، لازم لكن أكون. عم بتحط مسؤولية على المريض؟ لا مش مسؤولية، لا. نعم. لكن أنا لازم أتصرف يعني كيو عادي، لكن أعرف كمان اللي أنا لازم حاجات على عشان أحمي غيري، وحتى في تصرفاتي. لا. المجتمع متقبل لكمال المصاب بالسيدة؟ لا، ليس متقبل، يعني ب ب يعني شوية، يعني بدأ شوي. مش هيك طالع أنت اليوم أيضا كمان مكشوف الوجه، وبدي أحييك على جرأتك. شو حقوقك اللي بدك إياها أنت؟ يعني في كتير حقوق، يعني عشان الإحاطة، في ناس يعني معوزة أكثر، كمان المرأة، البيبي، يعني مش شو. نعم. يعني هذيك اللي يلزمها إحاطة، يعني دعم يعني نفسي، دعم يعني نفسي، دعم مادي، إدماج في المجتمع، يعني في حاجات كثير، مش يعني. نعم. كمال، عم تحكي عن بعض حقوق بتطالب منها، من شو بتضلك محروم منه اليوم لأنك أنت متعايش مع السيدة؟ أول حاجة الإدماج. أنا الإندماج في المجتمع. ممكن تتجوز؟ طبعا تتجوز بوحدة زيك، ويعني مريضة، ممكن حتى تخلفه بيبي، يعني في لازم تكون أنت تشرب الدواء وهي تشرب الدواء، وبمتابعة الطبيب وتقرير الطبيب، وبعدين في حتى يعني. كمال، كيف انتقل لك المرض؟ أنا انتقل لي عبر، كنت برا، كنت عايش برا، وكنت يعني طريقي خاطئ. شو يعني طريق خاطئ؟ يعني عملت كل شيء، ما أعرفش إزاي يعني بالضبط، ما أعرفش، والحمد لله دلوقتي يعني. لا، مخدرات عبر علاقة جنسية؟ ما أعرفش. يعني أنت جربت المخدرات؟ كل شيء. وهنا بقول يعني عشان الناس والمجتمع والعالم ما تحكمش، يعني أنا وأقول أخطأت، وفي بيبي 6 سنين مريض إيموفيل، صارت له العدوى على الطريق ترانسفوزيون دو سون. ده المريض 6 سنين ذنبه شو؟ ذنبه يعني وين أخطأ؟ أنا يعني ده اللي حبيت أوصله، أنا وكبير وأخطأت، والتاني يعني عم تقول أنا أخطأت. يعني رولا بتقول رولا هي ما أخطأت، لأنه هي رولا كانت ضحية، انتقل إليها المرض من دون ما تعرف. لا، عشان يعني هون ساعتها الكلام، يعني اللي بيكون مصاب ومتعايش مع السيدة في نظرة أنه هو أخطأ بينه وبين نفسه؟ لا، أنت لا. ما عندك إياها؟ لا أبدا. لا، فكرتي يعني الفكرة اللي عاوز أوصلها، اللي المجتمع يقول اللي ده قضاء وقدر. نعم. ده اللي حبيت أوصله. عمره ما يقول يعني. شو بدك فيه للمجتمع؟ أنت لما بتتصالع مع نفسك بتقول أنا فلين الفلينة، وبتوقف وقفتك كرجل، مين بده يتعاطى معك بعد؟ انت بدك تقوي حالك من جوا، مش المجتمع بده يقويك. انا اللي بيتعب. شو بدك فينا المجتمع؟ ما كله مجتمع صخري. ما فينا نعمم كمان كلود. بلا، ما فينا نعمم. بلا، يلي ما بيقبلك يدق راسه بالحائط. بس انت خسرت كثير ناس كانوا اخر همي. قلت لك اكتشفت ما حدا بحبني. شو بعمل لهم؟ هيدي مش مشكلتي، مشكلتهم. انا بحب حالي، بحب مرضي، مبسوط كتير بحالي. هالقد بتحب مرضك؟ ايه طبعا، لانه عرفني على كل هالعالم الخبيثة يلي بتحبك بوجهك وبتعمل اشياء بقفاك. هيدا اللي عرفني عليه. مشان هيك عم بقول لك، شو بدك في العالم؟ ما بينفعوك.